أظهرت المؤشرات الأولية أيضا بمحافظة سوهاج دخول 44 مرشحا جولة الإعادة في جميع الدوائر البالغ عددها 12 دائرة انتخابية. ففي الدائرة الأولى يخوض جولة الإعادة 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم أحمد نشأت منصور، علاء مازن، ممدوح مقلد، حازم حمادي، محمد فقير رضوان وأحمد إبراهيم عواجة. وفي الدائرة الثانية تجري الإعادة بين كل من شعبان لطفي محمد وأحمد وائل قدري المشنب وأحمد حلمي شريف وأكرم فتحي. وفي الدائرة الثالثة يخوض جولة الإعادة كل من زكريا محمد حسان وأحمد العمدة. وفي الدائرة الرابعة تجري الإعادة بين كل من همام العدلي ورفعت شكيب وأيمن الشندويلي وهشام الشطوري. وفي الدائرة الخامسة يخوض جولة الإعادة كل من خالد أبو زهاد وماهر أبو عقيل. وفي الدائرة السادسة تجري الإعادة بين كل من مصطفى سالم وأحمد هريدي ومحمد فؤاد عباس وعلي عامر. وفي الدائرة السابعة تجري الإعادة بين كل من نور عبد الرزاق وصلاح رشوان وأحمد ماهر القلبي وأحمد حيالله. في الدائرة الثامنة تجري الإعادة بين كل من هرقل وفقي ومحمد إسماعيل الجبالي وعبد المنعم أبو الفتوح وخليفة رضوان. في الدائرة التاسعة تجري الإعادة بين كل من فيصل الشيباني وعاطف كعربان وعادل شهاب الدين الشريف وعلاء الشمندي. وفي الدائرة العاشرة تجري الإعادة بين كل من ياسر نصر وعبد الحكيم العش، بينما الدائرة الحادية عشر تجري الإعادة بين كل من محمود حمدي ونور أبو ستيت ورأفت أبو الخير ويوسف أبو حمودي. في الدائرة الثانية عشر تجري الإعادة بين كل من عبد العظيم محمد، طارق رضوان، أحمد عبد السلام كورة وأدهم السمان.